ومعقبا على إضراب سائقي القطارات، قال وزير النقل بوجمع طلعي في تصريح له أن الحركة الاحتجاجية هذه غير شرعية، مستندا في ذلك إلى إلزامية ضمان الحد الأدنى من الخدمات من قبل المضربين على مستوى جميع محطات الضواحي. أيمن عبد الرحيم، رصد التالي. وأقول أن الحوار هو الحل. أقول لها الفيدرالية، لأنها يعني مؤسسة كفيدرالية عمال السكة الحديدية، أنه الحوار والأبواب مفتوحة، فيه طلب أو مهما كان للعامل احنا موجودين، ولكن الإضراب العشوائي خارج القانون. أظن القانون فوق ناس كل، وأطلب احترام القانون لأنه القانون يطبق أيضا، وهذا هو الأهم.